أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نستمر بموضوع تسمية الكربوكسيليك أسيد. وصلنا إلى تسمية السولت، salt of carboxylic acid. تسمية الأملاح للكربوكسيليك أسيد تعتمد على شيئين أو جزئين. بالبداية نسمي الكاتيون صوديوم بوتاسيوم أمونيوم، ونتبعها باسم الأسيد، جزء الأسيد، باستبدال الآي سي أسيد بمقطع الـ ATE. فإذا كان فرضا بشكل عام بنزويك أسيد راح يصير بنزويت. نأخذ الأمثلة هنا، أنا عندي إذا بدون الصوديوم هو بنزويك أسيد، فإذا أضيف الصوديوم فلازم أبدي بالكاتيون، أقول صوديوم وهو بنزويك أسيد، راح ألغي الـ IC أسيد وأضيف 8، فبنزويك أسيد راح يصير بنزويت. فبالبداية الصوديوم وأقول الجزء الثاني البنزويت. المثال الثاني، هذا الجزء هو أسيتيك أسيد، فخليت كالسيوم، فبالبداية أقول كالسيوم والأسيتيك أسيد راح يصير أسيتيل. هنا أنا هذا المركب الفورميك أسيد، ضفت الأمونيوم أقول أمونيوم فورمي. هذا هنا آخر مركب لأنه يحتوي على البوتاسيوم، فبالبداية أقول البوتاسيوم. بدون البوتاسيوم وهذا الكربوكسيليك أسيد دي معوضات 2 كروم، معوضات موقع 2 وثلاثة، ف 2-3 داي برومو، 3 ذرات كربون بروبان، بروبانويك أسيد. فإذا أضيف له البوتاسيوم فأقول بوتاسيوم 2-3 داي برومو بروبانويك. بعض الكربوكسيليك أسيد تحتوي على مجموعتين فعالة، فهي نسميها الداي كربوكسيليك أسيد، يعني اثنين تحتوي على 2 كربوكسايل جروب، فهذه لها تسمية خاصة وتسمى تبعا لنظام الكومن. هذه التسمية وضعوا لها في مثال معين أو قول مأثور، Oh my such good apple pie. فأخذوا هذين الحروف البداية، الحروف الزرقاء الكابيتال، ووضعوها بالترتيب لزيادة الوزن الجزيئي لستة من المركبات الأولى. إحنا نحفظها في ستة المركبات الأولى فقط. فإذا كان المركب يحتوي على مجموعتين كربوكسايد بدون CH2، هو أول مركب راح يكون عندي الـ O، يعني هنا O فهو Oxalic Acid، يعني هنا الحروف الأولى على مود نحفظ الترتيب، بأنه الـ O هو أول مركب، الـ M هو ثاني مركب، الـ S وهكذا. فأول مركب هو الـ Oxalic Acid، الثاني الـ M مع لونيك أسيد، 3 ذرات كربون يعني CH2 واحدة بالنص، ساكسانيك أسيد CH2 اثنين بالنص، جلوتاريك أسيد لأنه يحتوي 3 ذرات كربون بين مجموعتين الكربوكسيل، 4 ذرات كربون أديبيك أسيد، و5 ذرات كربون بالمنتصف بين مجموعتين الكربوكسيل هو بالميلك أسيد. وهو نفس الحالة ممكن أن تكون هذه الداي كربوكسيليك أسيد تحتوي على مجاميع معوضة، فهذه المجاميع المعوضة نختار أي مجموعة كربوكسي ونبدأ من أدها الترقيم ألفا بيتا، فهذه نقول برومو
بيتا برومو أدبيك أسيد. هنا أنا عندي أربع ذرات كربون، هنا أنا هو الأدبيك أسيد. هنا أنا نفس الحالة مجموعتين معوضة ألفا والبيتا CH3PH، فألفا مثل بيتا فينائي لوتاريك أسيد. إذا كانت الدايكربوكسيليك أسيد هي معوضة للمركبات الأروماتية، فيعتمد تسميتها على البيرنت دايكربوكسيليك أسيد، يعني حلقة بنزين وتحتوي على مجموعتين كربوكسيليك أسيد، فهذه أسميها الثاليك أسيد. الثاليك أسيد ممكن تكون هذه الدايكربوكسيليك أسيد واحدة الرئيسية والثانية أعتبرها المعوضة، فإذا كانت الكربون اللي بجانب الرئيسية في موقع أورثو فأقول أن أورثو ثاليك أسيد، إذا كانت موقع ميتا فأقول ميتا، وإذا كانت مقابل إلها موقع بارا أقول أن بارا ثاليك أسيد. ممكن نسمي الدايكربوكسيليك أسيد من النوع الأليفاتي باستخدام الأيوباك نمكليتشر. هنا أنا طريقة بسيطة بأنه أضيف مقطع الدايوك أسيد للبيرنت ألكان، فهنا أنا عندي نفس طريقة تسمية الألكانات، أجي أحسب عدد ذرات الكربون كلها من 1 إلى 6، فمن هذا 6 ذرات كربون هو هيكسان، فبدال أضيف له مقطع الدايويك فأقول هيكسان دايويك أسيد. إذا كان بي معوضات، وين موجودة المعوض عندي؟ هنا موقع 3، فأقول 3 برومو هيكسان دايويك أسيد، هذا المركب الأول. المركب الثاني يحتوي على مجموعة مثل مجموعة الفنل، مجموعة المثل 2، مجموعة الفنل 3، فأقول 2 methyl 3 phenyl، وخمس ذرات كربون بروبان دايويك أسيد. شو الفيزيكال بروبرتيز لهذه المركبات؟ كربوكسيليك أسيد بطبيعتها هي بولار كومبوننت. البولاريتي جاية منين؟ جاية من وجود مجاميع الهيدروكسيد. مجاميع هذه الهيدروكسيد ومجموعة الكربون اللي هنا هي اللي تنطيها صفة البولاريتي. ما طول هي تحتوي على ال OH هنا، فبهالحال من الطبيعي بأن تكون هيدروجين بوند. تكون الهيدروجين بوند سواء مع الووتر أو سواء مع الكربوكسيليك أسيد الأخرى. الفاتيك أسيد لذلك هنا من صفاتها الأخرى بأنه إلها سوليوبيليتي بالووتر، وهذه السوليوبيليتي هي أكبر من السوليوبيليتي للكحولات. وأربع مركبات الأولى، يعني إذا كان الكربوكسيليك أسيد يحتوي على 4 ذرات كربون فيكون ميسبل with water، يعني سوليوبل in water. إذا كان يحتوي على 5 ذرات كربون تقل السوليوبيليتي، والسوليوبيليتي تقل أو الميسبلتي راح تقل أكثر إذا أكثر من 5 ذرات كربون. then هذه الكربوكسيليك أسيد لها من صفات السوليوبيليتي بالسولفنت اللي هي تكون أورغانيك سولفنت، اللي لها صفة الليس بولاريتي. ليس بولار سولفنت إيثر كحولات والبنزين كلها تذوب بها هذه الكربوكسيليك أسيد. الكربوكسيليك أسيد إلها بويلينج بوينت أعلى من الكحولات. مثلا عندي البروبيونيك أسيد إلى بويلينج بوينت 41، بينما البيوتايل الكحول إلى بويلينج بوينت 118. هذه زيادة البويلينج بوينت تجي منين؟ بأنه
الكربوكسيليك أسيد ممكن أن يسوي هيدروجين بونز مع بعضه، يسوي بشكل دائمر the two hydrogen bonds مع بين مركبين، بينما هناك عندي بالكحولات حتكون هيدروجين بوند واحد. شلون ممكن أن نقيس الأسيديتي؟ ما طول هي مركبات مثل عرفنا باسمها بأنه أسيد كربوكسيليك أسيد، فإلها أسيديتي. هذه الأسيديتي بشكل عام نعرف بأنه الأسيديتي تجي من الريليزنج أوف بروتون، فهذه كل ما تكون إلها ريليزنج أو ديسوشيشن وتكون عندي هذا البروتون، كل ما يكون إلها قيمة أسيديتي أعلى. قيمة الأسيديتي تنقاس بقيمة الكي أي أو تنقاس قيمة الأس مالتها التي كي أي النيجاتيف لوغاريتم أوف كي أي. فهذا الكي أي أو اللي نسميه أسيد ديسوشيشن كونستانت هو اللي ينطيني فكرة عن قيمة الأسيديتي. كل ما يزداد قيمة الكي أي كل ما أقول بأنه هذا الكمباوند مور أسيديك. فبهالحال بشكل معكوس، فكل ما تقل قيمة البي كي أي راح أقول بأنه هذا الكمباوند هو هاي أسيديك فيتشر، إلى صفات حامضية أعلى بالمقارنة مع مركبات كربوكسيليك أخرى. إذا نجي هنا نشوف بأنه هذا الديسوشيشن إكويشن بالووتر يعطيني الكربوكسيليك والهيدرونيوم أيون، في الكي أي هنا قيمتها تزداد إذا زادت الديسوشيشن، وبهالحال البي كي أي كل ما تزداد هنا إلها لوغاريتم ماينس لوغاريتم راح تقل قيمة البي كي أي. إكزامبل عليها الأسيتيك أسيد هنا شوف قيمة البي كي أي إلى 4.7. ممكن أن تتأثر الأسيديتي بالسبستيوانت، فهنا عندي بعض السبستيوانت تنطي ستيبلايزيشن للنيجاتيف تشارج. إذا بهالحال شنو راح يكون الكاربوكسيليت هذا المركب ومستقر أكثر. إذا مستقر أكثر إذا الهيدرونيوم أيون هنا موجود بشكل أكبر. فشنو بشكل عام شنو المعوضات اللي هنا موجودة بالR أو نوع الR اللي تنطيني stabilization للكربوكسيليت أيون؟ فبشكل عام الإلكترون withdrawing group تنطي stabilization لهذا الأنيون وراح تنطيني صفة الأسيديتي الأعلى، وبشكل معكوس الdonating group هنا أنا بالR راح تنطيني صفة destabilization للكربوكسيليت أيون والأسيديتي الأضعف. زين، فهنا أنا نرجع مرة ثانية أقول الإلكترون نيجاتيف أتوم شنو راح تأثر؟ فإذا كانت عندي هذا المثال الأسيتيك أسيد وتعوضت واحدة من ذرات الهيدروجين بالكلور، راح أشوف بأنه هنا راح تزداد الأسيديتي لأنه الكلور هي إلكترون نيجاتيف أتوم، فتسحب الكثافة الإلكترونية من جميع ساحبة. إذا كانت مجموعتين كلور زيادة السحب، إذا ثلاث مجاميع كلور تزداد السحب. إذا هنا عندي هذا المركب إلى أسيديتي أعلى من الأسيديك أسيد. الديستنس فروم كربوكسيليك أسيد، هذا الكلور هنا المسافة عن مجموعة الكربوكسيليك أبعد، هنا أنا أقرب هنا أنا أقرب. كل ما تقرب مجموعة الكلور مجموعة الساحبة راح تزداد الأسيديتي. إذن بشكل عام لأنه الإلكترون دونيتنج جروب الإلكترون ويذدرونج جروب راح يسوي إنهازمنت للأسيديتي، بينما الدونيتنج جروب راح يضعف الأسيديتي.